الأسد إن عنده انتقال عالي كتير بالشغل، ممكن يصير مدير، ممكن يصير رئيس، ممكن يصير بالحكومة، ممكن يصير شخصية مهمة، سلطة عنده، هي أهم شيء. حقه بده يرجع له، حق الماضي اللي راح منه راح يرجع، ممكن يكون معنوي وممكن يكون مادي، ممكن يكون عاطفي. أول شهرين بده يتحملهم شوي، وخاصة المرأة حيصير عندها كتير مشاكل بالشغل. المرأة، الرجل لا، الرجل هو بيمشي شغله بإيده. الرجل الأسد حيغير، الامرأة حيصير عندها مشاكل تصبر بالشغلة، إذا تركت شغلها مش حتلاقي، حتقعد ببيتها. هذه نصيحة عم قلها إياها، هذا بحسب الكسوف، والكسوف وكيف تحركات الشمس، لأنه هي الأساس. الشمس، كوكب الشمس هو أساس الفلك كله، فمشان هيك تنتبه لنفسها، أوعى تقدم استقالتها وبعدين تروح تفتش، لا، بقول لها فتشي ولاقي وقدم وامضي، بعدين قدم استقالتك، بعد استقالتها. بعدين بالحب عم تسعى، عم تفتش. على فكرة قوية كثير المرأة الأسد، الحب ما بتنتظره يجي لعندها، بتفتش عليه كأنها عم تفتش على فستان شخص يناسبها. رزق موجود عندها بشغلها. الرجل شركة جديدة رح يعمل، أعمال حرة رح يقوم فيها، أعمال بالحديد، بالنار، بالسيارات، رح ينجح كتير بأشياء كتير متنوعة، ورح يعمل شركة تضم عدة شغلات له. مولود الأسد، بس ما فينا نقول له أتعس حظا، إنه هو، أنا قلت بالحب بس مش بالشغل. بالشغل لا يعلى عليه مولود الأسد.